إذا خوتي اليوم إن شاء الله جبت معايا هاد السماعات، هادو سماعات لاسلكية من شركة ايدي فاير، هاد السيري اكس 3. واحد منكم الاخوان غيفوز بوحدين من هاد السماعات هادو. لهذا طريقة المشاركة كما العادة، تابعوا الفيديو الى اخره. السماعات اللي كيتباعوا هنا في المغرب، السماعات هما هادو، فتقريبا مدة اسبوع انا خدام بهم. دابا غنعطيكم التجربة ديالي مع هاد السماعات هادو. الناس اللي الميزانية ديالهم محدودة، فالثمن ديالهم ما كيتجاوز 228 درهم. غتلقاو هنا في صندوق الوصف الرابط ديال الشراء ديالهم، كاين التوصيل كاش على ليفريزون، تقدروا تتوصلوا بالسماعات ديالكم عاد باش تخلصوهم. كاين هذه الخاصية هذه، وكيتباعوا هنا في المغرب، اللي نضمن لكم ان السماعات شي حاجة اصلية ما مقلدينش، من شركة ديريكت. كاين ستور ديالهم هنا في المغرب، لهذا ان شاء الله غتلقاو رابط الشراء. خليونا نبداو الاخوان على بركة الله. اول حاجة غنقوموا بها نشوفوا شنو كيجينا في العلبة ديال السماعات. إذا الخوت بعد ما طلعنا السماعات ديالنا من البواطة، هما هادو، كنشوفو الصندوق بحال جدير، التصميم ديالهم بحال جدير، ساهل تمسكهم باليد، خفاف، وأيضا تا في الجيب ديالك، ما تقالش على الجيب، تا الوزن ديال السماعات ما تقيلش بزاف، ملي كيكونو في البواطة كيتشحنو وكيشعلو باللون الأحمر، وفاش كطلعهم كيبداو يسينيالو بالفويون زرق. فاش كديرهم في الاذن ديالك كيعزلوك على العالم الخارجي، كيسدوا لك الودنين ديالك، كيجيو على هذا الشكل هذا، ما غاديش يطيحوا. بالنسبه للناس اللي كيلعبوا سبور، هادو خصيصا الناس ايضا اللي كيلعبوا سبور، فيما التقنيه ديال اي بي 55 اللي ضد العرق وايضا قطرات الماء. ايضا فيهم القضيه ديال الشريحه ديال ابي تي اكس كوالكوم اللي كتساعد باش تحصل على صوت نقي وعالي الجوده عبر البلوتوث، وكذلك ما كيكونش داك التاخير بين الصوت والصوره، فكيصلحوا ايضا الناس ديال الجيمينغ. صراحه اللي عجبني اكثر في السماعات هو القضيه ديال الشحن، فالسماعات بحدهم كيدي واحد 6 سوايع كيديوها، وايضا الا في البواطه كيشحنوا 18 ساعه. البطارية اللي في الصندوق ديال السماعات 350 ملي امبير، كيتشحنوا عبر منفذ الشحن هنا تايب سي، ما دايرينش ليك ميكرو يو اس بي، هنا منفذ الشحن تايب سي. هذا كيعني انهم غيتشحنوا بسرعه، كيتشحنوا تقريبا في حد الساعه، ساعه ونص تقريبا باش كيتشحنوا. بالنسبه للمغناطيس مزيان، بالنسبه للتصميم ديالهم ولا المواد ديال ولا الخامات ديال التصنيع هنا جيده مقارنه مع الثمن كما كنشوفوا هنا 350 ملي امبير بالنسبه للموديل ديال اكس 3. ايضا ان شاء الله بغيتوا الاخوان نجيبوا لكم دي موديل اخرين من هذه الشركه هذه نجربوهم. كاينين سماعات اغلى ثمنا، كاينين ايضا كيتباعوا هنا في المغرب. الا بغيتوا كتبوا لي هنا في التعليقات باش نجربوهم ان شاء الله. المهم الاخوان غنقوموا دابا بالتجربه ديال السماعات.
ايضا باش ما ننساش فيهم ايضا القضيه ديال توش كونترول، تحكم فيهم من هنا. وايضا بالنسبه باش تدوز الموسيقى ولا تقطع الموسيقى، وكذلك فيهم تنادي على الجوجل اسيستون من خلال كتكليكي اما كليك ولا دوبل كليك. فدابا بعد ما ربطنا السماعات ديالنا مع التليفون، اكتيفو البلوتوث وما عادو دي فاير اكس 3، كيصدعوا الاخوان ولا كيصدعوا بالله. المهم الاخوان، مقارنه مع الثمن ديالهم، ف مقارنه بالسعر ديالهم، ف المهم التقييم ديالي للسماعات فغنعطيهم واحد 8 على 10 صراحه. الصوت فيهم هنا نقي، لا للمكالمات لا للاستماع للموسيقى. جربتهم ايضا في الجيمينغ فمزيانين، ما كاينش داك التاخير بفضل التقنيه اللي كتكون في السماعات اغلى سعرا ديال الشريحه ديال كوالكوم الابي تي اكس، فكاينه في هاد السماعات هادو. فيهم ايضا اي بي سي كون 5 فايضا ضد العرق وقطرات الماء. فالاخوان كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم بالنسبه للسماعات ايديفاير، اللي الثمن ديالهم ايديفاير اكس 3 الثمن ديالهم ما كيتجاوزش 250 درهم، بالضبط 228 درهم. اخر لكم ان شاء الله رابط الشراء الى حبيتوا تشريهم، وايضا كتبوا لي كيف جاكم الثمن مقارنه مع المواصفات هادو. بالنسبه للمسابقه فان شاء الله لايك لهذا الفيديو هذا، وضروري تخلي كومونتير كيما كان، تخلي كومونتير اسفل هذا الفيديو هذا، واجي عندنا الانستغرام. فان شاء الله واحد 15 يوم غنعلنوا على واحد منكم غيفوز بهذه السماعات وغيتوصل بهم حتى العنوان ديالو. يلا الاخوان، كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، شفنا من خلاله سماعات ايديفاير اكس 3. كان معكم خوكم كمال من قناه الو كمال. السلام عليكم.